عندي هنا يا عندي البرونسيشن اللتر هيج. اوكي سو هنا عندي وش نعرفه؟ نعرفه ان عندي هيج، نعرفه احنا اللتر هيج is silent وقتاش and هيج is pronounced. شكون يقول لي قاعده وشنو هي؟ نقول لك هيج silent وقتاش لما يكون قبلها W. اوكي W plus هيج عندنا هيج silent. اوكي وعلاش كي نقولوا مثال عندنا سايلنس؟ وعلاش كي نقولك مثال وات اوكي ولا ويتش؟ اوكي الهاش ما نطقاش ميس كي تكون قبلها ثانيك اس. لا لا يس كي تقبلها اس تقبلها يس اكزاكتلي سو كي تكون قبلها ا هذه اس ايضا مسكول يا لما هذه نقولها شخص سو لا هذاك سكول هو لا سكول هو هكا سكول هو عبارة على سي اوكي سو سكول سي هيج اوكي ايضا لما قاو سي هيج ايضا عندنا الاس لما قاو سي بلس هيج ايضا ما نتقاش لان هذه على الشه هذه الشه شوب ميدال نقولوا شوب اوكي ما نقولوش هوب نقولوا شوب ونقولوا نقولوا ايضا نقولوا شوب اوكي سو شوب اند شوب شوب هذه شوب معناتها قطع شوبينغ قطع عندي ايضا عندي لكن هذه ماشي دائما وعلاش هنا ماشي دائما ماشي قاعده واي لان ممكن ايضا نقول لك دبليو بلس هيج اوكي تكون pronounced في كلمه واحده وشنو هي هي هو نقولوش هو نقولو هو فاهم يا سو هذه pronounced لان ولهذا الانجليزيه ماشي قاعده 100% اوكي هي اللغه اللغه نتعلموها كاي لغه ولهذا ما عندهاش قاعده كي نقول لك لما هيج يموها دبليو يكون سايلنت تقولي صح عندك الحق لكن ماشي قاعده 100% اوكي لان عندي كلمه اخرى لما نقول هو حتولي ايضا تولي برونونست فهم سو الكلمه نتعلمو غير بالعقل بالعقل الان هي هذه هي واش عندنا اوكي اون جينيرال لكن الان دوك نشوفو كيف كيف اوكي سو عندنا ايضا لما يكون هيج في اول كلمه لكن ماشي كامل اوكي ايضا ماشي كامل هيج هيج at the beginning of the sentence لكن ماشي كامل علاش لما نقولوا عندنا مثال عندنا hospital اوكي ما نقولوش hospital نقولوا hospital الهيج نتقاش hospital يا الهيج نقولوه hospital سو ماشي دائما اوكي سو مثال نقولوا كي تكون تبدا مع البدايه ننطقوها يا عندك فلوسني ما نطقوهاش لا لا ماشي كامل مثال نقول لك مثال عندنا هوسبيتال عندي كلمه اخرى وهي اونست عندي نفس هيش او هيش او لكن هذه اونست هي تنطق ما تنطقش وهوسبيتال تنطق اوكي قولي وعلاش قولي وعلاش نقول لك كاين كما نقولوا واش قالوا قالك باللي الكلمه كي تكون ماشي اصليه انجليزيه اوكي مثل هوسبيتال ماشي امو انجلي اوكي سو اصلها ماشي انجليزي ولهذا ما عندناش قاعده بطبق على قاعده نعم هوبيتال بالاول من يا كي نقولوا هوبيتال في الفرنسي نعم اوكي سو ايتبان هكا ياس لما نقولوا هي كي تجي في اول كلمه ننطقوها لكن ماشي دائما اوكي ماشي دائما لان لما نقول لك انا دوك نشوفوها كيف كيف وحنعرفوا بلي ما كاش قاعده عليهم كما نقولوا 100% اوكي لما نقول لك مثال نقول لك هنا عندي هيج او عندي اونست ما نقولش هونست نقول اونست عندي هيج او ايضا ما نقولش هوسبيتال نقول هوسبيتال نتقول الهيج اوكي فهم هي على بالي لما نقولوا مثال هاو ما نقولوش او نقولوا هاو نطقوها الهيج اوكي وي ما عندهاش قاعده كتشغل ما عندهاش قاعده نعم ما عندهاش قاعده ما كاش قاعده تقول لك باللي هذه نو ما كاش لان لما تقولي تقول نقول لك انا هذه كاع نطقوها تقولي صح لكن اونست ما نطقوهاش نقول لك صح يس ما نطقوهاش اوكي وي كانت صح لان هذه الكلمات كاين كلمات في الانجليزيه ما نطقوهمش الهيج ما نطقوش لكن قاعدتها ما تطبقش عليهم كاع اوكي الان حنا نشوفوا كيف عندنا هنا الليست نشوفوها
كاين معظمهم تعرفوهم اوكي، وكاين معظمهم حنشوفو يعني اسكو طبق قاعده طبقت عليهم قاعده اوكي. عندنا اولا عندنا لما نقولوا هي اسكو بروناوس ولا لا، اسكو قال لك تيك ديو تيك فور هيج از نوت بروناوس، يعني كيكون سايلنس اسكو هي سايلنس ولا لا؟ لا لا ماشي نعم ماشي سايلنس يا هي از بروناوس. Hers. Yeah. Hers. Aidan. Hers is pronounced Aidan. Okay. Nkolo hers. Okay. Lama nkolo why. No, miss, mishi pronounce. Yeah, it's silence. Pronounce, no. Very good. Yeah, it's silence. Why? Yes. Yeah. Lama nkolo. Okay. Lama عندي كلمة أخرى. Okay. ما قولوش how. Okay. Nkolo hour. 1 hour, okay? We say 1 hour, ساعة, okay? 1 hour. So we say, it's silence. Miss, ماشي pronounce. Yeah, ماشي pronounce. Yeah, ما قولوش hour, قولو 1 hour, okay? So عندي horrible. Miss pronounce. Very good. Yeah, we say, ما قولوش horrible, قولو horrible. Horrible en français. Mais هي قولو horrible. Horrible. Yes. لما نقولوا هون اونور ايضا، اونور هو كلمه ماشي انجليزيه اوكي، كما نقولوا ان اونور ايضا ماشي هي ماشي ايضا نقولوا ما نقولوش اونور اوكي، ما نقولوش هونر اوكي، نقولوا اونور اوكي. وي ميس يس، لان كما كتشوفوا ما كاش قاعده تاعها اوكي، الله غير ما كاين عندهاش قاعده. سو ما نقولوش باش نقول لكم بلي كاين قاعده 100% ما كاش، هاد الهيج اند دي هادو لازم لهذا التلاميذ لازم يقراو بزاف كتابات نعم ويسمعوهم اوكي، يسمعوا لو مو باسكو ما عندهاش قاعده 100%. الان لما نقول لك انا مثال اوكي واش عندنا هنا، عندنا عندي هاوس ميس برناوس يا نقولوا هاوس از برناوس، هذا سوري تاعي راحت. So عندي house pronouns yes. عندي her وش نقول؟ pronouns. Very good. Her is pronouns. نعرفه. So عندي شو نقوله حجاب. حجاب is not ماشي كلمة لي ماشي كلمة إنجليزية of course. نقول عليها is pronouns. Okay. نقولش حجاب نقوله حجاب. So we say حجاب yes. سوري برناوس سوري ما نديرهاش سو يا قال لك نو ما نديرهاش لان هادو ما عباره على ساينس اوكي، هادو ساينس اور سو يا انا از ساينس اوكي سو ساينس نعم ميمز الصوره مش واضحه ميمز ما يسمعك ما يسمعك خلاص اكمل اوكي نعاود سو لما نحبوا نديروا ميرسي السايلنس اوكي السايلنس نقولوا واي اوكي اور اونر ها ماشي حانس واش نقولوا هامبرغر ولا امبرغر؟ هامبرغر يس هامبرغر نقولوا اعطيني هامبرغر يس ما نقولوش نقولوا هامبرغر هام وهو كما نقولوا اللحم تاع الحلوف اوكي هام هامبرغر مكرون يس اوكي هامبرغر نعم ماشي ميس نقولو هامبرغر كيف ما سمعتكش عاودي عايدة ما سمعتكش ميس ماشي نقولو هامبرغر يا نقولو هامبرغر is pronounced نعم pronounced يا ماشي silence sorry يا pronounced اوكي قلتلي سو يا نقولو هامبرغر ما نقولوش هامبرغر نقولو هامبرغر اوكي اوكي سو هنا عندي وي ميس نعم أتخرج. هنا عندي بين ear and hair نعم ميسو كان قسمو هومبرغر هوم يعطينا البيت برغر هو الشاطيرة عاودي قلتي لي قلتلك ميسو كان قسمو هومبرغر yes. هوم البيت وبرغر هو الشاطيرة وشنو هام وش معناتها هام هام هامبرغر ميس هام يعني منزل لا 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 اوكي سو هام نقولوا هامبرغر هذه كلمه هام H A M
وهي عبارة على اللحم الحلوف. آه. أوكي لما نقول لك هام قلت لك تشوفي ما عبارة على الستيك أوكي. هنا الستيك تاع. نعم هاوليك أوكي. هذا هو الهام. الهام عبارة على حلوف حشاكم ستيك تاعهم ستيك. هذا هو الهام أوكي. Yes. ولما نقول لك برجر، برجر هو لك ساندويتش، هو البرجر، so برجر. Yes. Okay، so لما نقول لك برجر هو ساندويتش، okay؟ هذا هو البرجر، okay؟ كي هذا هو البرجر. لما نقول لك هذا هو البرجر، لكن إحنا كنقولوا هامبرجر معناتها اللي فيه الحلوف، okay؟ مفهوم؟ كما نقول إحنا كنقولوا بالإنجليزية، okay؟ كنقول لك أنا I want to get some hamburger، هذاك الهامبرجر اللي فيه الحلوف، مفهوم؟ فوالا. لكن كي نحي الهام يولي برجر اللي فيه اللحم. اوكي. سو الهام H A M هو عبارة على ستيك تاع الحلوف ماشي كيف ماشي هام لا. سو هنا واش عندي إيه وعندي ها اوكي. سو هاد ال H ما تنطقش اوكي سايلنس لكن ها تنطق نقولوا ها مفهوم؟ ها برونونس. يا ها از برونونس اوكي. لكن الولانية ما تنطقش. سو واش عندي هنايا لما نقول نعم هنا عندي كلمة honest أيضا honest الهيج ما تنطقش سايلنس أوكي. سو وي سي honest نعم honest ميس تنطق ما نطقو ما نقولوش honest نقولو honest علاش لأنه هو عبارة كلمة ماشي إنجليزية honest yes معناتها الايش كاين كلمات تنطق فيها اوكي يعطيك الصحه نعم شوف كيما هنا عندي h o honest اوكي هنا صامته لكن هنا h o هي هويبل pronounced اوكي هو غري هنا h o hour one hour ما نقولوش hour نقول one hour ساعه ولهذا الكلمات مع الانجليزيه ما عندهمش هذه تاع هيش ما عندهاش قاعده هي صح صعيبه للتلاميذ لكن مع الوقت حتعلميها اوكي تشفي عليهم فهم سو لما نقولوا ايضا لما نقولوا وايت عندي اللي اسهل فيها هي لما تكون دبليو قدامها نقولوا وايت اوكي هي سايلنس اوكي ونقولوا ويب ما نقولوش هيب نقولوا ويب ايضا سايلنس لكن نعم لكن باقيه حتكون شويه على بالي شويه اوكي ايضا عندي الدي اوكي سو عندي الدي لما يكون سايلنس ايضا هو ماشي صعيب لكن نفهموه اوكي سو الدي لما يكون سايلنس كاين قاعده ايضا اوكي وقتاش الدي يكون سايلنس شكون يعرف كلمه وحده يقول الدي سايلنس مثال معروفه بزاف معروفه شكون يقول لي ميس عودي لي سؤال شكون يقول لي كلمه اللي فيها دي سايلنس نعرفوها بزاف عندنا كلمة وشنو هي وهي لما يكون عندك مثال نقوله Wednesday صح Wednesday يعني yeah, ما نقولش yes. Wednesday نقوله Wednesday الدي هذا ما يتنطقش الدي ما تتقراش نعم عندنا كلمات اللي كنحطوهم في كنحطوهم هنا يحطوهم كاين كلمات ماشي بزاف يعني شوية أوكي مثال عندنا أربع ولا خمس كلمات القاعدة عندهم ما تطبقش أوكي عندي ما نقولوش ساندويتش اوكي نقولو ساندويتش اوكي عندي ما نقولوش هاندسوم نقولو هاندسوم اوكي هالكلمات هادو وعندي وحده اخرى ما نقولوش ايضا دوك نقول لك علاش اوكي دوك شوفوا عليهم اوكي سو هاكن سو اوكي عندي هالكلمات هادو ما حش هادو دي ما يتنطقش اوكي هذا الدي ما يتنطقش علاش ما يتنطقش لان هاد الكلمات هي عباره كي تشوفيها مليح هما عباره على هاد الكلمه الاخيره اوكي لما نقول لك هادي عندي هنايا ساند اوكي واش معناتها كي نقول لك ساند اوكي سو نقول ساند نتقو دي ساند وهو معناتها رميله نقول لك ساند لكن نقولوا ساندويتش ما نقولوش ساندويتش اوكي نفس الشيء بس نعم مش نفس كي تكون الدي مع الاخر نقرا وكاين في شي حالات نقرا وكاين لا نعم ماشي كامل يس اوكي سو سو هالكلمات هادو اوكي ساند معناتها رميله اوكي ساندويتش معناتها ساندويتش
كيقول حنا نقولوا ساندويتش، لكن هي الانجليزيه قراها ساندويتش ماشي ساندويتش. اوكي خطا. هاند معناتها يد، يد هاند. كيقولوا هانسوم ما نقولوش هاند سام، نقولوا هانسوم. ديما نتقاش يا ايضا عندي هانكيرشيف، ايضا ما نتقوش الدي. يس عندي ايضا عندي عباره، هذه عباره تانيك الدي. اوكي دي ما نتقوش تانيك. اوكي يس سو هاد الكلمات عندي ايضا عندي حاله اخرى ما نتقوش ما نتقوش لو ار، وين لما تكون مع قدامها الحرف جاي تانيك ما نتقوش. اوكي يا جاي ميتان نقولوا يقراوه دوكا دقيقه. سو لو دي ما نتقوش لما سو هاند 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 كيرشيف. فوالا هاند كيرشيف هو عباره على الفولار هذاك الصغير المشوار. اوكي سو الدي اي سايلنت وقتاش لما تكون عنده قدامه دي بلاس ونقاوه، هذه نقاوها يا ما نقاوهاش. اوكي سو ديفيرون. اوكي سو هذه القاعده تاع الاخر. وعندنا ايضا قاعده اخرى، سمع عندنا هاد عندنا هاد كلمه نشفوا عليهم، لازم نشفوا عليهم. اوكي لازم. وايضا عندنا لما يكون يكون في لما قدامه عندنا جي، جي قدامه. اوكي سو هذه هي قاعده نشفوا عليهم. هنا عندنا دي، لما نقول لك هذه كاب بورد اسكو نقول دي لما نتقاش كاب بورد. كاب بورد يا عندنا دي اخر كلمه دي حنتقاه. يس اوكي سو قريناه انتقناه يا نتقاه. اوكي كي نقولوا تيوزداي يا نتقاه ايضا. اوكي نقولوا نقولوا داز ايضا نتقاه. اوكي نقولوا هاند يدين ايضا نتقاه داز. يا عندنا فرايداي ايضا نتقاه. اوكي عندي هاند باك. اوكي ما نقولش هاند باك، نقول ايضا نقولوا هاند باك نتقاه. اوكي سو هاند باك نتقاه. نعم هاند باك نتقاه نعم. لكن لكن لما نقول لك انا يا هانسام ما نقولوش هاند سام، نقولوا هانسام. اوكي يا اخي فيها هاند فيها هاند كيف كيف، لكن انا قلت القاعده ماشي ماشي ما نقولوا قاعده الله غالب، هذه هي ما فيهاش قاعده 100% ما كانش. نعم بس ما بيناتهم ما كان ما كان فوالا ما كانش قاعده. هذه نقول لك هذه نقول لك هاند باك، وهذه نقول لك هانسام. ما نقولش ما نقول ديما نتقاش لا لا. اوكي لكن نقول هاند باك. يس كوريكت. اوكي سو نديرو لي ما نتقوهاش، وهي كلمات شنو نقولو، نقولو هاند هانسام. اوكي نقولو ويكاند نتقوه، نقولو ساندويتش ما نقولو ساندويتش. اوكي نقولو هاند كيرشيف ما نقولوش هاند، ما نقولوش هاند كيرشيف. نقولو هاند رايتينغ نتقو دي هاند رايتينغ، لان كتابة تاع اليد دي. وانس داي ما نتقوهاش، البرومي دي ما نتقوهاش. اوكي ما نقولش وان دنس داي، نقول وانس داي. تفهم؟ يس يس. سو على بالي بيان شويه خلطه. اوكي لكن هذه هي القاعده، ما كاش قاعده 100%. القاعده اللي عندنا هي لما يكون دي قدامه جاي دائما صامت. اوكي وعندنا هاد الكلمات راح يكون ما نتقوهمش. اوكي هذا واش كاين في الدي.